يا ترى تعرف ايه الفرق بين الجرح والندبة، الووند والسكارز؟ ايه اللي ممكن يحول المحنة الى منحة؟ طيب السؤال المهم كمان، هل ممكن ان تشفى جميع جروح الماضي شفاء تام بالعلاج النفسي؟ انا عملت استبيان خاص عندي عن الامر ده، وكانت الاراء متباينة. في ناس بتظن ان جروح الماضي ممكن تشفى بالكامل، وناس لا تظن. لكن انا بحب جدا الفكرة الاتية، انه جروح الماضي ممكن تشفى، لكن بتترك بعض الاثار اللي هي السكارز على سطح النفس انجاز التعبير. بس نفس هذه السكارز بتقول ان احنا مش مرضى، لم نعد مرضى، لكن شوفينا. والسكارز دي كأنها استامب، كأنها ختم الشفاء، واننا اصبحنا تيستد في الحياة. وتيستد لما تكون مكتوبة على اي منتج معناها انه قابل للتداول وقابل لوظيفته المطلوب منها. وبالتالي المثالية في العلاج النفسي او عندنا بتقول انه لازم نشفى بالكامل، بينما انا بحب جدا الواقعية. ودي دعوة ليك النهاردة وليك، ايه هي؟ خلينا واقعيين حتى في التعامل مع جروحنا. وبالتالي لما بنقدر نكون واقعيين، بعض الجروح تشفى بالكامل، بعضها بتبقى بعض الندوب ليها او السكارز. وده نفس السكارز دي بتحول الامر من محنة الى منحة، بمعنى بتعلم، بتفكرني بالمشكلة، لكن بيبقى خلاص وجهة نظري اختلفت، مش بتقلم منها كتير، لكن بتفكرني بالدرس اللي اتعلمته، وكمان بتفكرني ان انا بشتغل على نفسي. فتتحول المحنة الى منحة، وتتحول التروما الى جروث، او تروما جروث زي ما حسب التعبير الموجود حاليا. كل محنة ممكن تتحول الى منحة لما بنشتغل عليها، ولما بتخف ونقبل ان في لسه سكارز او بعض الاثار من هذه الجروح موجودة، بنتعامل معاها، نتقدم لقدام.